هذه الوقفة هذه جات تنزيلا للبيان الأخير الإقليمي الذي دعا إلى وقفة إنذارية تحذيرية للمسؤولين داخل القطار من أجل وضع حد لمجموعة من الاختلالات العميقة داخل الإقليم. هذه الاختلالات التي تؤثر على منح العلاجات للمواطنين بسهولة. مثلا نعطيو هو توزيع الموارد البشرية، حيث أن مجموعة من المصالح داخل المستشفى هي مغلقة، وكذلك هي مجموعة من المصالح التي كتعاني من واحد الخصاص حاد جدا في الموارد البشرية، مما يؤثر على جودة الخدمات للمواطنين، لأن لا يعقل مثلا أن 3 ممرضين يقوموا بأكثر من 500 تدخل في اليوم الواحد. وكذلك هناك فوضى اللي حذرت منها النقابة المستقلة ديال المتمرنين، حيث أن المستشفى في مصلحة واحدة ب30 سرير تجد فيها أكثر من 38 متمرن. هاد 38 اللي كدير واحد التسيب داخل المؤسسات، سواء لا في المستشفى ولا المراكز الصحية، وكذلك تقوم بنقل العدوى ما بين المواطنين وبين المرضى. وهاد المسألة هذه اللي قامت بها النقابة وتدخلات لعدة مرات لمراسلات داخل المندوب الإقليمي، ولحد الآن المتدخل كذلك المندوب الإقليمي وهو المسؤول وهو الرئيس ديال مصلحة المؤسسات العلاجية، الذي لم عطل هذه المؤسسة وأقصى منها مجموعة من لي زانستونس أو لي بول أو شنو الأقسام، رؤساء الأقسام والمصالح، لحتى يقوم بالتقارير وكذا حتى يقوم بمعالجة هذه المسألة. لحد الآن لم نرى ذلك، فقط نرى زيارات ومحاولات ترقيعية لا تسد الأمر كما يجب أن يكون داخل سهلة. اليوم جينا كنا احتجاج من بعد عدة بيانات التي تم إرسالها للمندوب الإقليمي بسهلة ولم يستجب لها، ضربا منه في المقاربة التشاركية والدور الذي تلعبه النقابة كشريك في الحوار الاجتماعي. وكان هناك عدة مسائل التي النقابة تحتاج عليها من ضمنها إخلاء المستشفى الإقليمي لسلا من الأطر الصحية، تغييب الحكامة، والعديد من المشاكل الاختلالات من بينها نقص الموارد البشرية وسوء تدبير الموارد البشرية بالإقليم.